مين بيحب الشاورما؟ أنا. تحب الشاورما؟ تحب اللحمة ولا الدجاج أكتر؟ دجاج. دجاج؟ هنعمل شاورما دجاج. متحمسة؟ وأنت يا ألمة تحب الدجاج ولا اللحمة أكتر؟ الاثنين. عندنا هنا شرايح إيه؟ لحم. الدجاج. الدجاج. هنحط عليها ماء. ماء. خل. خل. فينيجر. عصير. عصير. ليمون. ليمون. ثوم. ثوم. أبغاكم تشموه وتحاولوا تعرفوه، ما حقول لكم إيش هو. فلفل؟ لا. شم. أحد عرفه؟ هذا قرنفل. تعرف القرنفل؟ المسمار؟ هنحط شوية منه، طيب على الشاورما؟ شوية. شوية. وعندنا الشيء اللي حلو ريحته إيش؟ سينمون. سينمون. القرفة. القرفة. ملح. ملح. هذا ملح؟ الفلفل الأسود. يلا حنحط أول شيء الدجاج. دجاج. مين يجي يلخبط لنا؟ أنا 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 أنا. نحط الدجاج. هنحط عليه إيش؟ الخل. الخل. شكله مية. أنا أشرب الخل في البيت. تشرب الخل؟ عصير الليمون. تشربي؟ ما شاء الله. أنا كمان. تحب الخل؟ حسه حيحرقني لو شربته. لو شربتيه حترجع لي كثير. هو يحرق الدهون الخل. حنحط عليه عصير الليمون. مش كله كله كله؟ اه. تبوه حامض؟ اه. خلاص كده كفاية صح؟ بدي كلاش. ونحط ايش؟ ثوم. الثوم؟ كله. كل الثوم؟ كله. حطينا الثوم. هنحط شوية من القرنفل. وحش ريحته وحش قوي. طيب وحنحط ايش؟ القرفة. 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 شم. حلو ريحتها؟ وحنحط ايش؟ فلفل اسود. اسود يلا حط منه انت. وحنحط مين؟ صح الملح. الملح. ملح. يلا تقلب لنا هو يا كريم. ملح. احنا هناكله كده؟ هناكله كده؟ لا ما هناكله. هنحطه في الصينية. وندخله في الفرن. ملح. يلا. كده قلبته كويس. ملح. العيش دحين حيجي. كده عندنا الدجاج جاهز. يلا هنفرده في الصينية. شكرا يا كريم. هتجي تفرده؟ بنسوي شاورما الدجاج. يلا تيجي هنا تحط الدجاج اريح لك. يلا نكبه كله ايش رايك؟ يلا بالليمون. ايوه حنفرده كده. في المطاعم يخلونا على خشبه. يخلوه أيوه. على خشبه. حنفرد الدجاج وحندخله فين؟ فرن لين ما ينشف السوائل اللي عندنا يصير الدجاج مستوي. بعدين نحطه في العيش تاع الشاورما. بعدين حنحطه في عيش الشاورما مع توم. طيب يلا ندخل الفرن. تفتح لنا الفرن. شكرا. هياخد دقيقة؟ لا حيطول شوية. يلا أول ما يخرج حنحطه في العيش وإيه؟ وناكله. روح مكانك يا كريم. يلا شكرا. الحين بنعمل سندوتشات الشاورما، كل واحد قدامه الساندوتش حقه. هذا الدجاج اول ما خرج من الفرن حط في الساندوتش. والعيش احنا دهنينه بايش؟ بالثوم. يلا ايش رايكم كل واحد يبدا ياكل؟ بداتوا بالعافيه. تفتكر ايش حطينا مع الدجاج يا ربا؟ ايش؟ خلص اللقمة أول. ثوم. ليمون. وليمون. واللي حسبتوه موية إيش؟ خل. خل. إيش كمان؟ فلفل أسود. فلفل أسود. ملح. وملح. وقرفة. وفي شيء كمان بقي. مسمار. مسمار اللي هو القرنفل.
كيف عجبكم الساندويتش؟